التبديل مثلا بدك بشيء تقول لما طفي المحرك بدل الحصان. طبعا التبديل بشكل عام تكلمت عنه بالتفصيل بالقناه، لكن نوعين خلينا نقول، سواء التبديل الصحيح او التبديل الخاطئ. يعني التبديل الصحيح اللي قلت للحصان النفسي يبدل لما تدخل انت بشكل طبيعي، او التبديل تخلي انت تبدل بامر واضح، تبديل تخليه يبدل انت بامر واضح صحيح او خاطئ، يعني بشكل صحيح وبشكل خاطئ. جدا يبدل الحصان، ممكن يبدل وهو مفضي، يعني فجأة يفضي ثم يبدل، فأثناء التبديل جمع نفسه، يعني جمع عمره وقدم اليد الأخرى أو المعاكسة، أو ممكن يسويهم تكي أو سحب، يعني أثناء التتكي أو السحب بدل. فالتبديل طبعا بمعنى من حقه يسحب أو يفضي أو تكي، إذا من حقه يسوي الشيء اللي قاعد يسويه، ومن ضمنه التبديل هو سحب مفضي متكي، مثلا شنع أو قمص أو حاول ينطلق أو حاول يروح يهدب يخب، حقه فعل الثلاث. إذا من حقه أثناء التبديل يسحب أو يتكي أو يفضي، اغلب الخطأ ما راح يسحب سحب واضح، فيكون متكي او مفضي حسب موزون في الطريقه بالذات. لكن اذا كان بدل وهو متكي او رقبته قدام تحس بشكل اقوى، تحس ان الحصان طلع بشكل قوي، بينما اذا كان جامع نفسه حتى لو حسيت شيء بشكل قوي ما تحس انه على قدام، تحس على فوق، يعني تحس الحصان نعم واضح انه بدل، بس الحصان شارك شيء لفوق ما سحبك سحب معه. كيف اعرف لما سواها على قدام انه سواها بحدود الصح او لا؟ وكيف اعرف ان لو سواها على فوق سواها بحدود الصح او لا؟ يعني سواها على فوق زي ما قلت تكون الحركه فوق، لما بدل تحس الاندفاع الحصان شوي او قوه الحصان راحت فوق ثم بدل. لما يسويها متكي او ساحب تحس الحصان قوته راحت قدام. اذا كان مدرب خطا وسواها سواء بامرك او بدون امرك، يعني سواها وهو قدام تحس الحصان يسحبك معه، يسحب يعني يدك كلها وجسمك كله راح معه، مو بالحصان نفسه وانت قطعه منه رحت قدام، لا تحس الحصان تلك معه تل قدام، زي الحصان مدرب خطا اذا سحب يتل يد الراكب او يتل جسم الراكب. بينما اذا كان مدرب زين تحس انك انت قطعه معه وهو نفسه راح قدام، يعني كان الشيء اللي انت راكبه نفس السيكل مشى قدام، مو بتلك تل او اختل توازنك، تحس في تناغم بينك وبينه في الروحه قدام. نفس الفكره روحه على فوق، لما يروح فوق وشرك خطا او راكب خطا تحس الحصان يرميك رمي على فوق، يعني يدفك دف وتطير قبله ثم ينزل قبلك، او يدفك وانت نازل وهو طالع، يصير في اضطراب في طمرته وطمرتك، ما في اتصال بينك وبينه. بينما اذا كان مركوب ركوب صحيح وطمر على فوق تحس في تناغم بينك وبينه، يعني يطمر على فوق نعم او يندفع على فوق نعم، بس تحس انه انت وياه رايحين سوا، يعني كنت قطعه واحده معه ورحتوا سوا فوق ثم نزلتوا سوا مع بعض. فطبيعي يسويها وهو مندفع، وطبيعي يسويها وهو على فوق. الفرق ان لو سواها هو مندفع او على فوق وشوف صورك صح تحس انك متناغم معه او انك قطعه واحده معه. لو سواها وانت منت ركوبك مو صحيح او ركوبك خاطئ بتحس الحصان يسويها في جهه وانت في جهه، الحصان في وادي وانت في وادي.